السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى إن شاء الله تكونوا على خير، الأحوال ديالكم طيبة. مرحبا بكم معي في فيديو جديد، وصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم كيك ديال التفاح. للصراحة كيجي واحد الكيك اللي كيجي راقي في المنظر ديالو، كيجينا لذيذ لذيذ بزاف ورائع. مكونات اللي بسيطة بزاف، أكيد غادي يعجبكم وين الرضا ديالكم. وكنتمنى إن شاء الله ما تنسوش لي اللايكات ديالكم، وهذا بارطاجيو هذا القناة ديالي مع الأصدقاء والأحباب باش تعم فائدة على الجميع. بالنسبة للمكونات، كنحتاج لثلاث البيضات يكونوا بحرارة الغرفة، عندي كاس إلا ربع ديال الزيت نباتية، كاس ديال الحليب، جوج كيسان ديال الدقيق ونصف، عندي معلقة صغيرة ديال الخميرة الكيماوية، وعندي الساشي ديال الفانيليا، وعندي كوب ديال السكر غير نسيت ما نزلتوش هنايا مع المكونات. هنا في واحد الطراب كهربائي كنضيف البيض، وغادي نضيف الزيت الحليب، بطبيعه الحال غادي نضيف حتى السكر، يعني كاس ديال السكر ديال العنبه، وغادي نضيف قريصه ديال المليحه، وغادي نضيف هذا الساشي ديال الفانيليا. صافي، وغادي نخلي هاد المكونات يعني تقريبا حتى كيدمجوا مزيان، كنطربهم في هذا الخلاط مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديالهم. هنا من بعد ما هذا كما كتشوفوا كنخفق هاد العناصر، يعني كنطحنهم مزيان. هنايا في واحد البول كنضيف كما كتشوفوا المكونات، ما تنساوش كاس ديال السكر، غير ما هذا ما نزلتوش مع المكونات. وهنايا كنضيف الدقيق بالتدريج، ضفت الكاس الاول، صافي هكذا كنغربلو يعني كتنخلوه، غادي ندمجو مزيان مع هاد العناصر. هنايا انا هزات ليا هاد الكيك يعني جوج كيسان وربع، يعني على حسب يعني الدقيق كيكون على حسب النوعيه ديالو. صافي، هنايا ضفت الكوب الثاني، من بعد غادي نزيد غير ربع ديال الدقيق، الكاس الثالث غير ربع ديالو، من بعد غادي نضيف معلقه ديال الخميره الكيماويه، وصافي غادي ندمج هاد العناصر مزيان. هنا كما كتشوفوا القوام ديال الخليط يعني كنحصلوا عليه على هذا الشكل هذا. صافي، من بعد كنقبط واحد المول اللي كيكون دائري، هنا كندهنوا مزيان بالزبده وكنرشوا بالدقيق وكنضيف الورق الغذائي. صافي، هنا غادي نصب كما كتشوفوا الخليط. يعني صراحه هذا الكيك غير جربوها ديال التفاح، كتجي ولا اروع، كتجينا لذيذه لذيذه بزاف، ومكونات اللي بسيطه بزاف، وحتى الطريقه ديال التحضير ديالها مبسطه. هنايا كنحتاج واحد التفاحه، هنايا عندي تفاحه اللي كبيره، غسلتها مزيان وقشرت هذا خليتها بالقشره ديالها عفوا، يعني نقيتها غير من الداخل ديالها وقطعتها هكذا مربعات. صافي، وكنضيفها على هذه الطريقه هذه. الا كان عندكم هكذا تفاح صغير
يعني عملوا جوج تفاحات يكونوا صغار. صافي كنوزعها كما كيبان لكم على السطح ديال الكيك على هذا الشكل. صافي من بعد كنضيف كما كتشوفوا رقائق ديال اللوز، يعني اللي متوفر عندكم في البيت كتقدروا كتضيفوا رقائق ديال الكاوكاو او الكاوكاو هكذا مهرمش. من بعد غادي نضيف حبيبات ديال الشوكولات وصافي غادي ندخلها الفران لدرجه الحراره اللي كتكون 180. كنخليها يعني 100 يعني على حسب سميتو الفرن ديالكم، انا خليتها هنا تقريبا 25 دقيقه. وكما كتبان لكم هذا هو الشكل النهائي. هنا خرجتها كما كتشوفوا خليتها حتى بردات، من بعد دهنتها بالمربى من الفوق وعاودت عاوتاني ضفت عليها رقائق ديال اللوز. صراحه كتجي لذيذه لذيذه بزاف وكتجي ولا اروع، غير جربوها اكيد غادي تعجبكم وتنى الرضا ديالكم. وكنتمنى يعني اللي هكذا شاف الفيديو ديالي اللي دخل يخلي لي اللايكات يعني باش يزيد الفيديو هكذا، يعني يزيد هكا يطلع ليا باللايكات ديالكم يعني فضلا وليس امرا. وكنتمنى ان شاء الله ليكم الصحه والسلامه وراحه البال وبسلام عليكم. خليتكم في امان الله الى فيديو قادم ان شاء الله.